كشفت الفنانة الأمازيغية فاطمة تحيحيت عن تفكيرها في الانتحار خلال مرحلة زواجها من زوجها الذي كان يكبرها سناً. وتحدثت الفنانة المغربية فاطمة تحيحيت بحرقة عن معاناتها الصعبة التي دفعتها للتفكير في إنهاء حياتها قائلة: شحال من مرة فكرت نلوح راسي في بير. وأضافت تحيحيت: راجلي باقي عايش، كان كيسد علي الباب ديال الدار، ما كان خرج ما كان شوف الضو ديال الزنقة، ودابا ما يمكنش لشي حد يسد عليا،